كثير من الجمعيات النفع العام والأندية والكثير من التجمعات يحاولون بقدر المستطاع أنهم يقدمون نشر توعية. هذه الأمور التوعوية يقدمونها لنا اليوم من خلال نادي القانون الجزائي. نبي نتعرف على النادي، نبي نعرف أعضاءه، ونبي نعرف شنو الأمور التوعوية القانونية. الكثير منا يفهم بالقانون جزء بسيط، ولكن يجهل بالكثير من أموره حتى يعرف شنو اللي له وشنو اللي عليه. الجميل بهذه النوادي والجمعيات أن دائما يطلقون الأشياء اللي فعلا يكون المجتمع بحاجة لها. بالفعل الكثير من القانونيين والمحامين ما عندهم وقت حتى أنت تروح لتقول له هذا والموضوع، أي استشارة you have to pay. فبالتالي هذا النادي، نادي القانون الجزائي، يشرفون عليه شباب متطوعين في هذا النادي، حابين العمل التطوعي، حابين ينضمون إلى هذا النادي ومختصين في هذا المجال. هم قانونيين المستقبل أو محامي المستقبل. يسعدنا أن يكون معنا مرحب اللطيف، عضو اللجنة الإعلامية في نادي القانون الجزائي. مرح، صباح الخير. صباح الخير مرح، حياك الله معنا حبيبتي. الله يحييك. طبعا موضوعكم يعني وايد جميل، أنا أشوف أنه يفترض أنه يكون في وعي لو بسيط أو يعني بطريقة عامة عن القانون، خاصة في كلمة دائما نسمعها بالأفلام، القانون لا يحمي المغفلين. لازم يكون في وعي معين عند كل عندنا كلنا بالقوانين. جميل. طيب كلمينا عن النادي، إنشاء تأسيسه، من أنتو؟ نادي القانون الجزائي هو نادي إنشاء من طلبة وطلبة كلية الحقوق جامعة الكويت. جت الفكرة من أن إحنا عندنا تقريبا لكل قسم بالكلية نادي تابع له. جميل. إلا القسم القانون الجزائي ما كان له نادي، فجت هذه الفكرة وعرضها على دكاترة القسم نفسهم اللي تبنى الفكرة بصدر رحب ودعمهم ماديا ومعنويا، الدكتور بدر راجحي اللي هو مشرف النادي مالنا. طلعت هذه الفكرة بالنادي، الحمد لله توفقنا. طيب شنو هو القانون الجزائي؟ القانون الجزائي هو قانون الجريمة والعقوبة. يعني شنو تسوي وشنو عقوبة اللي يصير. أوكي. طيب أنت عضوة اللجنة الإعلامية، شلون تقدمون مثلا حق أنا مو شرط أني أنا أكون منتسب حق القانون أو منتسب حق مثلا كلية الحقوق، ولا حاب أني أنا أدخل كلية الحقوق ولا بصير محامي، بس أنا كفرد في المجتمع يعني أعتقد أني أنا أحتاج إلى جزئية من الوعي القانوني. إيه طبعا الوعي القانوني ما يقتصر على طالب الحقوق نفسه، إحنا نستهدف الناس عامة وطلبة كلية الحقوق خاصة. جميل. طيب شنو جميل. شنو أهم الفعاليات أو الأنشطة اللي موجودة الحين على أهم إحنا كبداية؟ يعني فعالياتنا شوية لحد الآن، شاركنا في اليوبيل الذهبي اللي بجامعة الكويت، شاركنا أيضا بمعرض ذهب في حديقة الشهيد. جميل. وشاركنا أيضا سوينا ندوات تحت عنوان الهروب الشرعي من الجريمة. وأيضا ندوة ثانية قضية عن قضية سوريا. وآخر شيء بالعيد الوطني اللي سويناه كان فيلم قصير مع استضفنا فيه البطل الناجم من محمد بيت شهداء القرين العام طلال هزاع، وجه له تحية. جدا جميل جدا جميل. طيب عندكم على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الآن الشباب ومعظم الناس الآن عندهم هواتفهم النقالة، ما صار الواحد الآن يريد أن يقرأ كتاب فيه القانون الجزائي، شلون تقدروا توصلون هذا الموضوع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني احنا كلجنة إعلامية طبعا شغالين بتويتر انستغرام. حلو. مثل ما قلت لك اي احد يقدر يضيفنا ويستفيد، مو شرط. شو اسمكم على التويتر انستغرام؟ تويتر KUNIVCLC. مرة ثانية KUNIVCLC. جدا جميل. شنو راح تتوقع راح نشوف لما لو نفتح الحين انستغرام ولا تويتر؟ راح تشوفون فيديوهات مثل ما قلت لك، الندوات نحط الفيديو لنعرض بالندوة نفسها. اسئلة تهم طلب. واذا طرحت اسئلة تجاوبون؟ ايه نجاوب على الأسئلة. مرح دويلة، هذه في حديقة الشهيد بعض الصور أقمت فيها هذا النشاط، عرفتوا الناس من خلال البوث اللي موجود عندكم، شنو هذا مثلا استعراض لماذا جريمة ولا شنو مسوين؟ هو كان عبارة عن مسرح جريمة. مسرح جريمة بالبوث نفسه. أوكي. واللي يزورون البوث يحلون سوي لهم مثل لغز. أي. إنزين هذا مثلا واحد، وفي والله شيء جميل يعني كل بوث في جريمة ولا لا احنا هذا كان المعرض عبارة عن كل نوادي اللي كل النوادي. اي وانتو كان الكريمينال لو كلب، اي نادي القانون الجزائي. شيء جميل. طيب شو الصعوبات اللي واجهتكم وانتو يعني قاعد
أثناء تطبيق فكرتكم؟ يعني مثل ما قلت لك كبداية، يعني الشيء اللي حيل صعب الدعم المادي عندنا، وايضا كصعوبه كطلبه حقوق احنا كاعضاء، ان بين الدراسه وبين فعاليات النادي شلون توفقون ما بين النادي وما بين الدراسه. مو بس احنا كاعضاء، هم الطلبه لما بنسوي لهم انشطه. جميل. ما راح انتم الحين مثلا عدد المنتسبين عندكم كم وصلتوا تقريبا في النادي؟ احنا 36 عضو. 36. يعني متى انطلقتوا؟ صار لكم سنه سنتين ثلاث؟ احنا تونا هذه اول سنه. ما شاء الله تبارك الرحمن. عندكم دعوه ودكم تقدمونها مثلا للطلبه في الجامعه غير طلبه الحقوق؟ دعوة عامة يعني حق شيء. يعني مثلا انتم الحين 36 كلكم طلبة حقوق؟ كلنا طلبة حقوق كنادي. طيب لازم. هل مفتوح لطلبة اخرين مثلا من جامعة الكويت بتخصصات اخرى للتعرف على هذا، ولا فقط المنتسبين للنادي هم طلبة الحقوق؟ المنتسبين للنادي فقط طلبة الحقوق، لكن فعاليات نسويها حق الناس عامة. جدا جميل. احنا نتمنى لكم يا مرح كل التوفيق، ونتمنى ان شاء الله في يوم من الايام نستضيفك في برنامجنا العالم هذا الصباح، في يوم من الايام تكوني محاميه. هل شرح التخصصين في القانون الجزائي؟ طبعا دكتوره في القانون الجزائي. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا يعجبني طموحك العالي، بس عاده القانون الجزائي ما يحبون البنات كثر ما يحبون الشباب، لان فيها جرائم وفيها هذا، ولو ان الجريمه مو موجوده عندنا الحمد لله في مجتمعنا الكويتي. يعني والله انا وايد انتم هالاشياء، يعني احب قاعد تستمتعين بالموضوع. استمتع طبعا. أنا نتمنى لك نتمنى لك كل التوفيق. مرح سعداء جدا فيك، والله يبارك لبوك عبد اللطيف الدويله على هذه المحاميه القادمه ان شاء الله. يا رب الله يحفظك. الله يسلمك. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.